طب معانا احنا قيمه فنيه برضو على مستوى كره اليد معانا الكابتن طبعا سامح عبد الوارث، ده طبعا لاعب النادي الاهلي واعتقد من اللعيبه المميزين جدا، من النجوم الكبار، من النجوم الكبار جداً واللي احترفوا. كانوا بنتكلم على احتراف في كره القدم، لا كابتن سامح احترف اعتقد في باريس سان جيرمان، كان من افضل الفرق على مستوى اوروبا على مستوى العالم قدر يحترف فيه. معانا دلوقتي على التليفون كابتن سامح، مساء الخير. مساء الخير. مساء الفل. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ اهلا بيك كابتن. الله يخليك. الحمد لله. اهلا بيك. طبعا اكيد متابع يعني قرعه كاس العالم لليد ان شاء الله، البطوله اللي هتقام على ارض مصر في الفتره من 14 يناير ل 31 يناير. شايف اولا، مش هكلمك دلوقتي فنيا لكن هكلمك على الصوره اللي وصلتك حضرتك، اعتقد دلوقتي انت في باريس مظبوط؟ انا في باريس. الصوره شفتها ازاي؟ يعني الصوره وصلتك ازاي بالنسبه لحفل القرعه اللي حصل امبارح طبعا على سفح الاهرامات؟ طبعا بصراحه حاجه تشرف جدا بصراحه، الناس المسؤولين والبلد يعني حاجه فعلا. انا فخور جدا بحفل اختيار القرعه والفرق، كانت حاجه مشرفه جدا جدا جدا، يعني يمكن من احسن الاحتفاليات اللي انا شفتها على مدار، مثلا انا لعبت كتير كاس عالم، لعبت تقريبا 5 كاس عالم ما شاء الله، من احسن الاحتفاليات اللي انا شفتها، وانا فخور جدا فعلا بالاحتفال. وان شاء الله يعني كمان هذا الفخر ان شاء الله ينعكس على اداء المنتخب ان شاء الله المصري في البطوله نفسها. برضو رايك الفني، احنا عارفين ان اول مره بيشارك ان شاء الله الولاد كويسين جدا، وفيهم خامات كويسه، وفيهم كمان لعيبه صغيرين لسه طالعين قدامهم مستقبل كبير، وفعلا بيلعبوا هاندبول كويس، وان شاء الله يعني يعملوا يحققوا حاجه. يعني احنا بنقول احنا على طول لما بتيجي نبص المركز الاول، بس ان شاء الله باذن الله، لان هو يعني طبعا في خلال الجو الكورونا واللي احنا فيه، فشويه يعني مش قادرين يوصلوا المستوى اللي انا اخر مره شفتهم اتفرجت عليهم، يعني لسه في شويه اندماج وشويه حاجات فنيه محتاجينها كتير. اكيد طبعا النواحي الفنيه بتفرق جدا والبدنيه، لكن خلينا نتكلم ان كمان عدد الفرق وصل ل 32 فريق، يمكن ده اول مره في تاريخ البطوله ان عدد كبير من الفرق تشارك. عندنا 8 مجموعات، كل مجموعه اربع فرق لغايه دلوقتي، يعني مجموعه مصر فيها السويد والتشيك، وكمان لسه فرقه اعتقد من امريكا، بطل امريكا الجنوبيه. فرص حضرتك شايف فرص مصر ازاي؟ يعني حتى لو قلنا دي المجموعه، فرص مصر موجوده ازاي؟ لا، فرص مصر تقريبا فرصه كبيره جدا، يعني ان شاء الله تاخد اول مجموعه، يعني اذا لان احنا لعبنا السويد قبل كده وكسبناها، يعني برضو مظبوط السويد من الفرق القويه على المستوى العالمي. الفرق نمره واحد يعني عالميا، ففرصه مصر كبيره ان هي تبقى اول مجموعه ان شاء الله، وهو ده المفروض ان الولاد يحطوا دي قدام عينيهم. يعني لا، ما فيش شك طبعا الهدف ده واضح، وخاصة البطولة بتتلعب على أرضك. بس خلينا نتكلم كمان إن الناس لازم تفهم إن البطولة مش سهلة. البطولة على أرضنا، وفي إن شاء الله كمان يعني نتمنى لغاية يناير يكون في دخول جماهير، لأن أنت عارف طبعا الجماهير بتدي دافع كبير جدا جدا للولاد، وخاصة في الصلاة. أستاذ جمال طبعا في الصلاة المغلقة بيكون صوت الجماهير طبعًا مؤثر طبعًا جدا، يعني الجمهور عامل كبير طبعا. لعيب مننا لما ينزل، وحضرتك طبعا عارف ان الجمهور هو يعني حاجه بتخلي زي ما بنقول ايه، بتطلع ينطل. القوه السادسه للعيب. يعني حضرتك كابتن سامح 5 كاس عالم مظبوط؟ طيب ذكرياتك بقى في كاس العالم اعتقد بتبقى ذكريات يعني اكيد ليها كواليس كتير، و وانك تلعب كاس العالم وانت بتلعب في يمكن في اعلى ليفل في مستوى كره اليد، يعني قول لنا برضو كواليس، قول لنا يعني كاس ايه كاس العالم اللي انت كنت بتشارك فيه كان ليه ذكرى معينه ولغايه دلوقتي بتتذكر هذا الحدث؟ يعني هو كان في الماتش اللي حققت فيه اللي هو الريكورد بتاع ال 15 جون في المباراه،
هو ده يمكن كان مع كنا بنلعب في السويد في ستوكهولم. ده المباراة دي كانت مع منتخب رومانيا، ومنتخب رومانيا ده كان تقريبا من اقوى الفرق في العالم ومصنف نمرة واحد. كنا نازلين المباراة دي يعني احنا بصراحة يعني نازلين يعني ماتش كبير بالنسبة لنا. الحمد لله دي يعني اكتر ماتش يعني انا الحمد لله يمكن ده اللي مقصر يعني قريب قوي يعني ليا ان انا عملت 15 هدف في مباراه واحده. ده ريكورد على مستوى العالم. يمكن لسه اتكسر من فتره قليله اعتقد في لاعب يعني الاعداد برضو يقول لي احرز 18 هدف لسه. طب الحمد لله يا رب يا رب لسه. طب يا رب ان شاء الله ما حد يكسره غير برضو ان شاء الله يكون لاعب مصري يعني عشان ما نبعدش بعيد يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله يكون لاعب مصري طبعا ان شاء الله. كابتن حضرتك يمكن اتفضل. انا كنت هسالك كان المدرب في الخمسه كاس عالم كان كلهم مدربين اجانب المنتخب المصري تحت قياده اجنبيه؟ لا كان الكاس العالم ده اللي انا بكلمك عليه كان بقياده كابتن عاصم السعداني ودكتور كريم مراد. تمام. اللي هو خدنا فيه مركز سادس وكان طبعا ده من اول المراكز اللي كنا حققها يعني. انا بسال حضرتك كده عشان اخد برضو اجابه لسؤال من راي لاعب كبير زيك على المستوى خلينا نقول على المستوى العالمي، خمسه كاس عالم، احترفت بباريس سان جيرمان على مستوى عالمي، هل يفرق المدرب المصري عن المدرب الاجنبي بالنسبه لكره اليد؟ يعني ايه مميزات وايه العيوب، او انت تفضل يكون مدرب مصري او مدرب اجنبي؟ هو بص انا اتمرنت كتير مع اجانب يعني من صغري من 16 سنه بتمرن مع مدربين اجانب. يمكن بس هو المدرب الاجنبي كمنه هو بيخرج كتير ويعني على المستوى العالمي بيجيب الجديد بتاع الهاندبول. أوكي. ان هم على طول هناك بره اي حاجه بتظهر اي تدريب اي اسلوب يعني ابديتنج على طول مع الوسائل اللعب الحديثه والتدريبات الحديثه. اتفضل. فهو ده اللي كان شويه بيميزهم. احنا مننا مدربين عندنا مدربين كايلين مصريين يعني احنا عندنا الله يرحمه كابتن جمال شمس طبعا كاس عالم ناشئين طبعا، وكابتن عاصم السعداني برضه محقق كاس عالم، وعندنا دكتور كريم مراد، وعندنا يعني عندنا مدربين يعني كويسين جدا يعني، وكابتن طارق محروس وكابتن مجدي ابو المجد يعني على مستوى الناشئين. مدربين كويسين جدا يعني. مدربين كويسين اكيد، بس هي عمليه اتفضل. النقطه هي بس المدرب الاجنبي شويه احنا هنا يعني كفكر اكتر يعني. مننا المدرب المصري ما بيخرجش كتير، ما بيروحش يعمل احتكاكات كبيره هناك. هو يعني هنا دلوقتي الطريقه لازم يقول لك مدرب المنتخب لازم يكون بيدرب نادي عشان يفضل على طول ان في على طول ان هو على طول زي اللعيب كده يعني زي ما بيقولوا كده رجليه في الملعب على طول. بالظبط مش ما فيش حاجه اسمها مدرب منتخب ومدرب منتخب بس، لا لازم يكون مدرب منتخب ولازم يكون ماسك نادي. ده الطريقه الجديده اللي دلوقتي بيعملوها في اوروبا يعني. هو طبعا اعتقد ثقافه مختلفه شويه، لكن انا يعني هناقشك في نقطه واحده بالنسبه للمدرب المصري والمدرب الاجنبي. دايما بحس ان المدرب المصري عنده البيشن اكتر شويه، عنده انك بيبث فيك روح الوطنيه شويه، انك ممكن جدا يلعب على الجزئيه دي اكتر من الاجنبي شويه. نفس المنتاليتي ونفس العقليه بتاعتك ويعني وفهمك ونفسي يعني بيعرف يدخل لك. بالظبط. يعرف يدخل اللعيب، يعرف يحمسه، يعرف يعني امتى يقول له كده امتى لا، يعني يعرف يتعامل معاك. قاري دماغك. انما المدرب الاجنبي هو يعني شايف ان ده شغل يعني. طبعا. برضه ثقافه ثانيه غير ثقافتنا. ده صحيح. حته برضه الخواطر والمشاعر دي مش موجوده طبعا. مش موجودة طبعا.
نتمنى طبعا ان شاء الله زي ما بنتكلم على الكوادر المدربين المصريين ان هم ابديتنج بكل الوسائل الحديثه، ويبقى عندهم جزء من مميزات المدرب الاجنبي. ان انا شايف ان حتى على الجانب كره اليد جميع الالعاب لو المدربين اهتموا شويه بالجزئيه ديت والثقافه يوصلوا لاعلى معدل من التدريب، اعتقد مش هيكون فوارق كبيره، بالعكس احنا ممكن كمان على مستوى المدربين المصريين نتفوق بشكل كبير، لان احنا زي ما حضرتك قلت عندنا العامل النفسي، عندنا عايشين من وسط البلد ديت، يعني نقدر نتحدى من الجزئيه ديت. طبعا نشكرك يا كابتن سامح جدا، ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله دعواتك طبعا انا اكيد ان حضرتك هتتابع البطوله بشكل كبير جدا ان شاء الله. كل التوفيق لحضرتك ولمنتخبنا القومي باذن الله. شكرا ليك.